كان في مد شيوعية، ابتعاد عن الدين، ابتعاد عن المساجد، عدم اهتمام بالمآتم. المآتم أصلاً تفتح متى؟ في شهر محرم الصفار ورمضان، فأغلب السنة مغلقة المآتم. زين، ما في تعليم الصلاة، الصلاة يكون في البيوت عند النساء والمعلمة مثلاً في البيوت هذه. فأنت في ظل هالوضع مرة واحدة تشوف واحد مثل شخص أستاذ أحمد الإسكافي، مثل شخصيته في السنابس طبعاً، وبعدين امتدت بدأ يتمدد الأستاذ أحمد، يعني الشاب كان في البداية في السنابس، بس بعدين بدأ يتمدد حتى وصل قرية ثوم. أنا أذكر صغير جينا، كان يجينا حق النشيد، يعني كنا أنا وواحد اسمه عبد الله الفصلي، كنا سودول أستاذ فرقة نشيد، إحنا أطفال صغار. فأذكر جابنا في السيارة إلى هني وقرى أخرى. زين، نبدأ الآن شخصية أستاذ أحمد، شلون دوره أو استطاع؟ طبعاً كلام طويل إخواني، ما أقدر كل شيء أقوله، لكن بقول بعض الأشياء، فلو في أشياء ما قلتها شيء طبيعي يعني. لأن ما بقدر أقول كل شيء، في أشياء كثيرة أنا ذكرتها طبعاً في الكتاب، وفي أشياء أنا ذكروها إخواني المدرسين يدرسون وغيرهم. نبدأ أولاً بأستاذ أحمد، أول خطوة أكثر من نقطة، أول خطوة أن أستاذ أحمد عليه الرحمة عمل بمقولة الإمام علي عليه الصلاة والسلام، قال: من وضع نفسه مؤدباً للناس فليبدأ بتأديب نفسه. فشافوا أخوانه، شافوا أهل القرية المحيطين به، زملاء في العمل، شافوا فعلا نموذج راقي للإنسان المتدين المثقف المؤدب الجاد في عمله، النشيط، الإنسان الحركي، زين، ابتعاد عن المعاصي، عن الذنوب، عن الموبقات، الغيبة، السخرية. شافوا أمامهم نموذج للعبادة، للصلاة، للدعاء. هذا غير مألوف، واحد عمره 20 سنة، واحد عمره 18 سنة، يشوفونه بكل هالصفات. هذا يجذب لوين؟ يجذب، يأثر، خصوصا شيء غريب، يعني شيء نبتة يقولون في التعبير الأدبي، يقول نبتة غريبة. فإذا نبتة غريبة تشد الآخرين. فشي طبيعي لما يجي أستاذ أحمد يقول لهم مثلا جدوا في الدراسة، يجدوا لأنه هو أصلا جاد في الدراسة. لما يقول لهم مثلا اهتموا بالصلاة، هو حريص على الصلاة. فأولا كان يصلي الصلوات كلها في وقتها، حتى صلاة الصبح. اثنين، ما يصلي في البيت، يصلي في المسجد. تصور واحد في الشتاء في سنوات السبعينات يطلع من بيتهم قبل الصلاة بساعة، خصوصا في الشتاء في البرد، يروح المسجد عنده في قريب منا مسجد مقبرة في السنابس، يصلي في المسجد. زين، وقبل ما يصلي الواجب يصلي صلاة الليل، صلاة النوافل، الأوراد، غيرها. صور واحد عمره 18 سنة، 19 سنة، ما ترك صلاة الليل أبدا ولا ليلة. يذكر أحد المشايخ الفضلاء اللي هو أبو توقى، قد من دراز إذا ما عليكم اسمه أبو توقى، أحي ما يعني أشوف مو نشاطه مثل قبل، أبو توقى الله يحفظه، يقول صار يا في سوريا في شتاء برد شديد البرودة، وكان مريض الأسلام. يقول شافه قبل نصف الليل استيقظ، وين بتروح؟ بتوضأ، أروح دولة، وحمل، يقول أنا كنت عينه، فراح يتوضأ وجاء ما دار اسمه يصلي ساعة الليل. فتصور واحد شاب 22 24 حريص على صلاة الليل، مو على الصلاة العادية الواجبة، صلاة الليل. فالعبادة عنده جانب الخلق، جدد الآخرين بأخلاقه، مؤدب. ما سمع يوم من الأيام أنه يغتاب أحد، يستهزئ بأحد، يحتقر أحد. زين، كان عف اللسان، مؤدب، ابتسام لا تفارقه. زين، هاش باش، إذا سلم علي أحدهم يقبل عليه بكل اهتمام. فهذا شيء طبيعي يجذب الآخرين، خصوصا أنه شاب. هذا حتى الآباء ما كانوا مألوف عندهم هذا الأسلوب. زين، بجانب طبعا قراءات عنده، فيجب الآخرين أن يهتموا بالقراءة. هو أصلا ما كان يترك القراءة، وعنده مكتبة ما شاء الله. بتتكلم الحين أرد أقول لكم، وربطه ده الكلام سنة كام؟ 1975 أو 76 أو 74. عنده مكتبة، كان أستاذ أحمد عليه الرحمة يروح كل يوم خميس إلى المنامة. منامة تلك السنوات كانت المكتبات كلها في المنامة، تقريبا 30 مكتبة تجارية
مكتبات ما كانت موجودة بجيد حافظ والمدينة وكلها في المنامة. فيروح كل خميس يتفقد الكتب الجديدة، يشتري الكتب الجديدة. زين، وعنده مكتبة في بيته في مجلس مال، عنده مكتبة ما شاء الله بالمقياس ذا في سنة كبيرة جدا. فيقرأ، فعنده اهتمام بالقراءة، بالدراسة، بالثقافة، زين، بالاطلاع، بالتدين، بالإخلاص. فأول نقطة علشان أنت تأثر في الآخرين، أنت ما يصير تقول مثلا للنساء، النساء تقول للنساء، أو الرجال يقول للرجال، أو إحنا مشروعنا مثلا، يقول لك تعال كن جد جاد ونشيط، وأنا أصلا يشوفوني ماذا؟ أتكاسل، أتكاسل، يشوفوني ما أخلص في العمل، يشوفوني غير متواجد. أستاذ أحمد كان متواجد عليه الرحمة، صوروا يطلع من قلبه، تعرفون شغل قلبه، متعب. يستيقظ من الفجر ما ينام، يستيقظ من الفجر يروح بعد صلوات وأذكار وكذا وقراءة قرآن، يستعد إلى الذهاب إلى القلبة. قلبة عمل شاق متعب، حتى هو ضجر في آخر أيام تعب، يوصل من قلبه مباشرة يصبح قليلا بس يتعبك يروح المادم. قبل يقول يفتح المادم أو يرتب بعض الأخوان يفتحون المادم المشروع، يعني مشروع تعليم الصلاة والسلام، فيفتح المادم ويقرأ، يقرأ دعاء، كنت أشوفه يقرأ دعاء قبل الصلاة، يصلي يأذن ثم يصلي بالأطفال إذا كان عنده مجال، بعدين يلقي كلمة. وتصوروا من شخصية أستاذ أحمد أنه يستطيع، عنده قدرة كبيرة أنه يستطيع يخاطب الأطفال، يخاطب الشباب، يخاطب مثقفين، يخاطب علماء. وإذا تحبون تتأكدوا من كلامي ارجعوا للصوتيات، للآن في الموقع يبدو في صوتيات إليه يتكلم مثلا لأطفال، يجيب لهم تشبيهات عن الحسين مثل السفينة كذا، ويتكلم يا كبار، يتكلم يا مراهقين، يتكلم يا علماء. فرجل انت تتكلم عن رجل أبعادا كثيرة. هذه أول نقطة، فقلنا أول نقطة هو بدأ بنفسه، علشان أثر في الآخرين أبدأ بنفسي، علشان كلامي يكون له مصداقية أقول للناس إخلاص وعبادة وخلق، أنا أبدأ بنفسي. هو أستاذ أحمد هكذا. اثنين، كان عنده خطة بعيدة المدى أن يستبدل المجتمع برجال علماء متدينين. أنا كنت أشوفه ويتكلم، كان يكثر من هاي الكلام، يقول ليش دائما ما يكون عندنا طبيب متدين، مهندس متدين، أستاذ متدين؟ ليش الأطباء اتجاههم مثل الشيوعية غير متدينين، يشربون الخمر والعياذ بالله؟ ما يصير. احنا منا من الشباب، انا اريدكم في المستقبل تتجهون الى العلم، يكون منكم تخرجون اطباء متدينين، يصير متدين انسان مؤمن. وفعلا سبب هو دوره ونشاطه ودعوته، عقب هذا اثر ثمرته اتضحت بعد سنوات. ففي طلبة مثلا الدكتور باسم، كان من طلبة باسم إذا يعرفون، أنا بجيب أسماء ممكن الكبار يعرفون، باسم ميرزا هذا الآن استشارة الجلدية، دكتور عبد الشهيد من القدم هذا أسنان، ودكاترة كثيرين وكانوا يروحون الهند في الفترات، هذا كلهم بحث كحث منا من أستاذ أحمد، هو دعاهم هو خطه. فيقول إحنا لازم نخلي متدينين يتغلغلون في المجتمع، يصير عندنا مهندس متدين، دكتور متدين، أستاذ متدين، كلنا يصير يستبدل هذا المجتمع، بدل ما يكون الأطباء شيوعيين أو المهندسين غيره. واضحة الفكرة إخواني؟ وفعلا استثمرت أستاذ أحمد. ثلاثة، جاء أستاذ أحمد في سنة 75 76 شاف ما في ولا صلاة جماعة، ما في صلاة جماعة. ويشوفون الآن في كل مسجد صلاة جماعة، إذا ترجع إلى التاريخ هذا 75 76 77 78 ما في صلاة جماعة أبدا في السلامس وحتى غير السلامس. بعدين جاء مثلا سيد أحمد الغريفي قام يصلي جماعة فوين في المنامة، شيخ عيسى الله يحفظه فوين في الدراسة، هذا بعدين زين بدأت شوية. بس هو أستاذ أحمد لما جاء للسلامس شاف ما في صلاة جماعة، مع أن دور صلاة جماعة دور كبير وثواب وتوعية وكلمات ونشاط وتجمع الشباب. فهو قام هو بنفسه يصلي صلاة جماعة حتى الصبح، تخيلوا يطلع المسجد المقبرة يصلي وبعدين يصلي جماعة، ويوم الجمعة يقرأ دعاء الندبة، أول واحد قرأ دعاء الندبة في البحرين هو أستاذ مسكافي. أستاذ مسكافي هذا الآن تشوفونه منتشرة، هو كان 77 78 80 81
فكان يوم الجمعة يقرأ دعاء النقبة ثم يخلق لهم أو يدعوهم إلى مأدبة الإفطار يوم الجمعة، هو يشجعهم زين على الحضور. وبعدين فعلا يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع زاد العدد وصار إقبال على الصلوات الجماعة. هو بنفسه كان يصلي جماعة هو أستاذ أحمد عليه الرحمة. فقلنا أي ثلاثة؟ أربعة. كان اهتم اهتمام كبير إلى الشباب وحثهم على قراءة الكتب والاهتمام بالثقافة، وفعلا أثمرت يعني. وتلك الفترة إذا ترجع تلك الفترة تشوف أغلب البيوتات من الإخوان أغلبهم كان عندهم مكتبات، عندهم مكتبات، وكان نشاط محموم يعني نشاط كبير في متابعة الكتب، قراءة مثلا كتب الشهيد الصدر، كتب السيد فضل الله عليه الرحمة، كتب الشيخ محمد جاد مغنية، شمس الدين، كتب سيد قطب، يعني هذه الكتب المعروفة لهؤلاء العلماء، كل كان إليه دور كبير. أستاذ أحمد خلق هذا النشاط الثقافي، نشاط ثقافي. خمسة من ميزات أستاذ أحمد اللي أثرت في الآخرين هو تكامل شخصيته. شلون يعني تكامل شخصيته؟ أنت ترى تشوف مثلا أستاذ أو مثلا شيخ أو شخص متميز في القرية يتميز بماذا؟ مثلا مستواه العلمي بارز على مستوى العلمي، شهادة ماجستير، دكتورة، كذا، يتقن لغة، لكن جانب العبادة مفقود عنده. شوف جانب العبادة يمكن مفقود. واحد يشوف عنده جانب العبادة، عنده جانب العلم، عنده، لكن ما عنده جانب الحركي. حركي يعني نشيط ويجيب الشباب وغيره. أستاذ أحمد لا، جيت له ثقافة، عنده ثقافة، يقرأ كثير كتب، ما يتوانى كل يوم يقرأ كتب. وهذه القراءة الكتب ساعدته أنه يكون خطيب لبق، خطيب لبق يعني في أي وقت يقدر يتكلم في أي موضوع. حضرت لي مرة كان في أيام الوفيات، أيام الوفيات تصير غدا دعوة، لغدا نتغدى في بيت أحد المؤمنين، فهو يجي أستاذ أحمد. في كتب التوحيد، وأنا ذكرت للإخوان كتب التوحيد كانت توصل من الكتب الكويت، الآن توقفت، هاي كتب صغيرة على الأئمة والثقافة الدينية. فيجي يتكلم تحليل حياة الإمام إذا كان يوم وفاة العسكري مثلا زين، وهذه الفترة ما كانوا يقرون في المآتم هالصورة هذه. فيجي يتكلم في الأخلاق، يتكلم في المراهقة، مراهقة عنده كتاب عن المراهقة ومشاكل المراهقة، علاج المراهقة، يتكلم تحليل إلى خطب الإمام علي عليه السلام. فبالتالي انت تجي الى جانب الثقافة عنده، جانب العبادة عنده. صوروا اخواني يجي يقرأ دعاء، انت تتكلم عن شاب عمره 21 سنة 22 سنة، يقرأ دعاء صوت شجي حزين ويصيح يبكي مو تصنع، هذا هو طبيعة تجي استاذ احمد. يقرأ الدعاء يبكي دموعه يبكي، وإذا أدن يقدم صوت خشوع، صلاة الليل ما يتركها، هذا جانب العبادة. أدعية الأيام حافظنها لما يقرأهم مواظب عليها، يعني دعاء يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين حافظنها، أدعية القنوتات حافظنها، تعقيبات الصلاة حافظنها، يقرأها. فجانب عنده جانب الوظيفي إخواني، هو كان موظف في ألبث، تميز في البسرية، لفت الأنظار إلى المهندسين الأجانب كذا، فابتعثوا إلى دراسات على طول، بريطانيا، إيطاليا، غيره، يروح دورات زين. بعدين تميز، استلم قيادة، صار مسؤول في ألبة، بس ضاق، هو ضاق درع الإستاذ من الوقت، ألبة ويضل وقت طويل ويتعب زين. فنقلوا إلى الكهرباء، انتقل الوظيفة إلى الكهرباء، والكهرباء أيضا تميز في الكهرباء زين. جانب الوظيفة عنده متميز، صار مدرس الكهرباء، صار مدرب إلى الموظفين الجدد، يعني يصير دورات عنده في الكهرباء، في اللغة الإنجليزية، في الكهرباء، في التعامل مع الآلات غيره. أيضا هناك ابتعث أيضا في الكهرباء، ابتعثوا إلى أكثر من دولة إلى الدراسة. وش تستنتجون إخواني من هذا الكلام؟ تستنتج أنت إنسان أمامك شاب والحمد لله متكامل، قليل تحصل هكذا واحد متكامل في العبادة، في الثقافة، في الوظيفة، اللغة، جذب عنده، أخلاق عنده، أدب. وإذا تقعد إياه أستاذ أحمد، أقول لك طبعا لأن قعدت إياه أكثر من مرة، لما تقعد إياه شوف إنسان يجذب بأخلاقه، ابتسامته، إنسان أخلاق، مهذب، جميل الصورة،
على طول هندامه نظيف، على طول هندامه جميل، يعتني بهندامه بلباسه، كان يتعطر على طول متعطر، تشتمل رائحه طيبه، على طول عنده ابتسامه. معلم انت هو تعبان، انت مو تصور هكذا، تعب من الوظيفه، تعب من امور الحياه، انت ارتباطات كثيره، قليل النوم، ومع ذلك ما صدرت يوم من الايام منه استياء، تدمر، نفور، انه كان يشكو، ما يشكو، ما يتدمر. ساعات تشوف انت بعضهم على طول يتدمر، على طول يشكو، على طول تعبان، على طول متشائم. استاذ احمد ابدا، على طول عنده امل، عنده تفاؤل. هذا عندنا خمسه، سته، جاء الى المجتمع، جاء الى المجتمع، زين؟ شاف السنابس يعيشون صراع للاسف الشديد بين مهتمين، مهتم السنابس، شايفين السنابس، مهتم السنابس اللي يقرا فيه الشيخ حسن علي، ومهتم الخميس، بس كان في الاصل مهتم الخميس. بعدين انشقوا جماعه انهم صار مهتم عندهم، هذا الانشقاق سبب فتنه، سبب تفرق، واحيانا تفرق حتى بين الاب وولده وبين الاب واخيه وكذا، وصار تحزبات، فاستاء هذا. الان هو عنده نظره علشان هذا يقضى عليه. شوف نظرته البعيدة، أولاً فتح مشروع تعليم الصلاة مأتم الخميس، بعد أشهر قليلة فتح فرع ثاني في وين؟ في مأتم السنابس، فصار مشروع واحد تعليم الصلاة. اثنين، ما سمى مشروع تعليم الصلاة بين خميس ومأتم السنابس أو مأتم الجديد، كان يسمونه السنابس مأتم الجديد، لا، أطلق عليه المأتم الشمالي المأتم الجنوبي. وش كان يقصد أستاذ أحمد بهذا؟ يقول ترى إحنا عندنا مأتم واحد، بس هذا مثلا واحد فرع في الشمال وفرع في الجنوب. بعد قام هو قال علشان انا اقضي على هذه الفتنه اخلي المدرسين المشروع طلبه المشروع في المستقبل يدخلون في الاداره. فاذا دخلوا المدرسين بعضهم في اداره مدن الخميس وبعضهم في مدن السنابس، ما المستقبل ماذا يصنعون؟ يوحدون المهتمين. وفعلا هذا اللي تحقق، نظرته الان صارت ثمارها الان. وفعلاً الآن قضي على المشكلة والمهتمين في أحسن ما يكون علاقة وطيدة بين المهتمين. فعندنا جانب هذا كان أنت تتكلم عندهم مشاكل وطيدة عميقة في تلك الفترة. جاء أستاذ أحمد طبعاً وزرع حب الوحدة والنبذ الفرقة في تلك الفترة، كان يزرعها في الأولاد. عندنا سبعة ما اكتفى استاذ احمد في السنابس، بعد ما نجحت تجربته في مشروع السنابس نظر الى البعيد الى برا الكره، فخرج الى عندنا السنابس الشرقيه، خرج الى المنامه، خرج حتى الى ستره، الى القدم، الى يكون هني قريتكم ايضا وين راتب كل الكبار كانوا يتذكرونه، الى مناطق بعيده، اخذ ينشر تجربته، ينتقل من مكان لمكان. بعد لما نجحت التجربه ما اكتفى بالرجال، فتح فروع الى وين؟ الى النساء. الى النساء في السنابس، بعدنا مأتم الساده، مأتم كذا، عندنا المعلمه هناك في السنابس، مأتم وهكذا. زين؟ بس ما خلى الرجال يروحون، لا، خلى النساء تختلف. عندنا واحده من خواته هي نشيطه ايضا مثله، فخلاها هي تكون الحلقه الوسط بينه وبين مشروع تعليم النساء. وايضا زوجة واحد من المدرسين، ففتح المجال الى مشروع تعليم الصلاه الى النساء. وفعلا الان اغلب مناطق البحرين عندهم انشطه نسائيه، بس اول تجربه نساء في السنابس عن طريق استاذ احمد في ايام استاذ احمد. ثمانيه اخر نقطه في الباب الاول، ثمانيه، كان استاذ احمد عند نزع او عند نشاط غريب عجيب في كتابه الرسائل. لما يسافر يكتب رسائل الى المدرسين لاخوانه، فهذه الرسائل منشور طبعا، الرسائل بعضها في كتب اللي مطبوعه. زين، هذه الرسائل فيها حث الى التقوى، الى بناء الشخصيه، الى الحفاظ على المشروع، الى الصمود امام مغريات الحياه، الانسان ما تغري هذه الحياه فتن غيره. واستاذ احمد فعلا هو نموذج هكذا. لما راح لندن، راح ايطاليا، زين، واختلط بالنساء، اختلط بالفتن هناك، صمد، وحتى ينقلون عنه بعض اللي كانوا زملاء، يقول شفنا شيء غريب عجيب، واحد شاب جميل كذا في هالمجتمع ما يلتفت ابدا الى النساء، على طول عنده في العباده والدراسه ولا رايح الى البعثه.
هو هكذا كان يعني أستاذ. زين؟ فقلنا أنه كان رسائل عنده، هذه الرسائل أثرت في كثير من الشباب، كثير من الشباب. زين؟ الآن هذه بالنسبة إلى خطبتنا إن شاء الله يعني نقل صورة منها. أنتقل الآن بعض الملامح على السريع إلى وقتنا إلى كم ساعة؟ ربع ساعة. ربع ساعة. انتقل للقسم الثاني بعدين بنترك المجال للاسئله، اي واحد عنده سؤال ان شاء الله عن الاستاذ احمد او عن الشباب. نجي الى ملامح شخصيته في اكثر من نقطه، ومثل ما قلت لكم اخواني انا ما اقدر اقول كل شيء، يعني بعض الامور المهمه في اشياء كثيره يمكن بالاسئله باجاوبها. اولا وابرز ملامح شخصيه الاستاذ احمد انه يمتاز باخلاق واداب لا نظير لها، فعلا أخلاق عالية، نموذج راقي للإنسان مؤدب، وهذه ترى عمال الأخلاق أهميتها، الله ما جاب هالصفة لصفات من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شلون النبي جذب الناس؟ أول شرط من شروط النبي يكون صاحب أخلاق، ولا ما تقدر تكسب الناس، ولا تقدر تكسب الآباء، ولا تقدر تكسب الشباب، الأستاذ أحمد كسب حتى الآباء الكبار. حتى الكبار وايام فتنه وايام كذا وايام السبعينات كسبوا، ليش؟ لانهم كلهم مو مستحوذ عليهم، كسبهم باخلاقه. هو استاذ احمد كان محل قبول عند اهل القريه، محل اجماع، يعني يمكن ربما الوحيد اللي مجمعين عليه استاذ احمد، حتى مع صغر سنه استاذ احمد كان مجمعين على شخصيه محبوبه بسبب اخلاقه، بسبب اخلاقه. يقول احدهم يوم من الايام شان كان يمشي وياه وجاء واحد زين من فعل او اثنين جوله من فعلين اولادهم يروحون الماتم يمكن ياثر على دراستهم، وجو الى من فعل انت بتاخذ اولادنا وكذا وعلى المدرسه، واستاذ احمد يسمعهم وابتسم عقب ما خلصوا اخذهم حضنهم وهو يبتسم لهم، قال لا وعد مو المدرسه، احنا بنخليه يتفوق واحنا بنسوي له دروس بنقويه في الدراسه، وفعلا فتح نشاط الى دروس تقويه في المأتم، دروس تقويه في الانجليزي في العلوم في اللغه العربيه في المأتم، يعني عندنا مدرسين في المشروع ومدرسين في الاساس لغه انجليزي، خلاهم دروس تقويه العصبي، فتح المأتم. ولا ننسى اخواني ترى الاداره تعاونت وياه، مثل ما قلت لكم كان رئيس المأتم عليه الرحمه الحاج محمد علي مرحوم، هذا كان متقبل استاذ احمد، متقبل يحب استاذ احمد، فبالتالي فتح له المشروع حتى العصر يفتح، والا ما كان ما تم يفتح. نفس الشيء عندنا كان سيد علي الشرفات عليه الرحمه، فتح له المشروع يتعامل وياه لان اخلاقه شخصيته، ففتحوا دروس، هذا يكسب كسبهم باخلاق استاذ احمد. ما يوم شفته انا رافع صوت على احد، ما يوم ابدا شفناه انه منفعل على احد استاذ احمد. الا استحالات نادره، بعض الاولاد ساعات مثلا يعصون المهدم لانه وعد الاداره يحافظون على المهدم، قالوا له احنا نفتح المهدم بشرط ان الاولاد ما يعبثون في المهدم، فمره انا شفت انفعل على واحد قام شوي يعني في المهدم يعبث، هذه يمكن المره الوحيده. هذا جانب الاخلاق، الابتسامه، الادب، خفض الصوت، مساعده الاخرين، تعاون في المهدم، زين؟ جانب مساعدات يساعد بعض الناس الاسر غيره، فجانب الاخلاق واضح عند استاذ احمد. اثنين جاد في حياته، ما عنده جانب اللعب، مضيعه الوقت، الهزل، يحضر ديوانيات مثل مجرد سمر، ما عنده جانب اللعب، مضيعه الوقت، زين؟ يقضي في كلام براء لا معنى له. ما عنده استاذ احمد جاد 24 ساعة يوما نشاط، زين يجي من العمل يبدا نشاطه، اما في المشروع، اما يروح عند اللقاء، اما يجي للقرى، زين اما يكتب كلش فرق، يقرا كتاب، يكتب كثير الكتاب استاذ احمد، لان كثير من الكتب، فالشخص حياته مثمرة على صغر عمره. شوف انت الان استاذ احمد لما مات سنة 85 هو مواليد 54، يعني كم عمره؟ 31 سنة، فانت تشوف واحد 31 سنة هذا لما ارتحل، بينما انت تتكلم عن نشاط عمره 24 22 23، شلون واحد في هالعمر هذا ينتج كل هذا؟
كتاب ونشاط ومشروع وندوات ولقاءات وعمل وغيره ووظيفة، لأنه مستثمر وقته، فعلشان أنا أنجح لازم استثمر وقتي، وهذا ما يكون إلا بالتنظيم الوقت. كان صاحبي ينظم وقته، عارف وقته، هالوقت يروح لك كذا، هالوقت يستثمر كذا، هالوقت عنده نشاط نظم وقته، ماشي وقته بنظام. زين، وهاي النقطة الثالثة، سر نجاح أستاذ أحمد هذا النشاط الكبير للإنتاج هو تنظيم الوقت. كان ينظم وقته، يعني ما يضيع ولا دقيقة من حياته، كل شيء من الله، كل شيء له وقته. أربعة، زين، يمكن إحنا نقولها، يمكن إحنا تعتقد ما لها أهمية، لا. المتدينين اللي يشتغلون في النشاط الاجتماعي، اللي يشتغلون في النشاط الدعوي، لازم يلتفتون لدي النقطة. أستاذ أحمد كان جميل، بهير صورة، نظيف، يعتني بإندامه، يعتني بمظهره، كان يعني على طول يلجأ إلى العطور، يتعطر. أستاذ أحمد زين، بهير صورة، شفتون صورة، هذه واحدة من الصور، يمكن في هالصورة الوحيدة اللي شفتها ما يبتسم، يمكن مو الابتسام، بس لو ترجعون للصور ممكن تشوفون في اليوتيوب او في النت اللي تكتبون استاذ احمد السكافي يطلع صور، اغلب صور يبتسم فيها. يعني انت تتكلم عن رجل صفات الجمال كلها فيه، كل صفات الجمال فيه، وهذا يساعد كثيرا في نجاح الداعيه. الداعيه لما يكون جميل الخلق، مو لازم جميل الصوره، يعني لا، نقصد جميل الصفات، جميل الخلق، يعتني بهدام، يعتني بمظهره، يعتني كذا. زين، احنا لما الاولاد يشوفونا في المشروع بهالصوره، واحنا ندعوهم بالنظافه، يا اولاد النظافه كذا غيره، لازم احنا نكون هكذا. ندعوهم مثلا عدم رمي الاوصاف، لازم احنا نكون هكذا، ونعتني بالنظافه وغيره. هذا كان استاذ احمد. خمسة، كان نشيط، نشاط لا نظير له، شعلة نشاط. زين، كان سألت واحد من المقابل القرناء، يعني اللي كانوا وياه على طول، وش أبرز ميزة في أستاذ أحمد؟ قال أبرز ميزة في النشاط غير طبيعي، يعني تقول خلية نحلة، ما يقعد ما يستقر ما ينام نومه قليل. أستاذ أحمد نشاط مو طبيعي، واحد يجي من قلبه أو يجي من العمل ما ينام على طول، يبدل، يروح موعد عنده، رايح جني طالع، جاي قرية ثانية، رام كذا، رايح السوق يشتري كتابه، زين، قراءة، ندوات عنده، لقاء، يسافر، عنده نشاط مستمر، نشيط أستاذ أحمد. آخر نقطة من ميزات أستاذ أحمد عليه الرحمة أنه كان يتابع الكتب أولا بأول ويدعو للقراءة على طول، كان يقرأ. طبعا بيت إخواني قريب من مأتم الخميس، يعني السنابس، الفاصل كان هني، فاصل كان بيتين فقط، تالي هو جي بيته، تعرفون طريقة آبائنا، تشوف حرصهم على السر، يخلون باب خارج المجلس وباب داخل العائلة، لكن طبعا ما في، فهذا الباب الخارجي مجلس، فالشباب لما يجون طلبة كذا زملاء يدخلون من ذا الباب. هذا الباب المجلس فيه كله أرفف، البناء القديم لا شايفين روزانة يسمونها، هذه كلها كتب، يعني تخيل مثلا 15 روزانة، وكل روزانة فيها 4 رفوف، هذه كلها كتب كان يتابعها لأنه يشتري، وكان يدعو الطلبة، يدعو الزملاء، يدعو اللي وياه أنهم يقرون. بتقول لي قبل أستاذ أحمد كانوا يقرون؟ أقول لك لا، ما كانوا يقرون. ليش؟ كان اهتمامهم الشباب بالكرة، زين، في تلك الفترة بالبحر، باللعب، بالتسلية، يروحون يعني كثير منهم أغناء، سينمات، غيره، هذا كان جو شائع في تلك الفترة. وفعلا أشاع هذا الجو اللي دور كبير في إشاعة جو القراءة والاهتمام بالكتب. كان يدعو بعض المثقفين وبعض العلماء في مجلسه يلقون بعض الدروس. يعني تتكلم أردب لك في تلك الفترة ما كان أحد يلتفت. من ضمن اللي دعاهم الدكتور علي العصفور، كانت من هني معامية الدكتور علي العصفور عليه الرحمة، فيجي يلقي دروس سيد عبد الله الريفي عليه حفظه الله، زين، يدعو بعض الشخصيات وين؟ في هذا المجلس، وفي صور، أنا حطيت بعض الصور في المجلس هني، في المجلس فيدعو. هذه كلها علشان يدعو يخلق حركة للقراءة، للثقافة، إلى متابعة الكتب.
وفعلا ترى اخواني اللي يتابع الكتب ويقرا زين يتغير اشياء كثيره في شخصيته في سلوكه في ثقافته في عقله في وعيه، خصوصا اذا يحسن القراءه يختار الكتب بعنايه يعني بعض الكتب المهمه. وكان هو يا استاذ احمد يبدو كان متاثر بالشهيد الصدر. الشهيد الصدر كان يقرا اليه كثير، يتكلم عنه كثير، وفي يعني تشابه بين حتى في طريقه كلامه، اذا اسمع صوتين كلامه شبيه يعني طريقه القاء بالقاء، انا ما استبعد ربما هو متاثر كثيرا بالشهيد الصدر.